السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل الخير. نحييكم وهذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم القرآني في رحاب سورة. باسمكم جميعا نرحب بضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور محمد صافي المستغانمي. حياك الله دكتور معنا في هذه الحلقة. حياكم الله وبارك الله فيكم. وفيك بارك وجزاك الله خير الجزاء. فضيلة الشيخ الدكتور، لازلنا متواصلين في حديثنا مع آيات سورة الجاثية من كتاب الله تبارك وتعالى. توقفنا عند قول الله تبارك وتعالى: تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون، بينما في المرسلات قال فبأي حديث بعده يؤمنون، هنا قال فبأي حديث بعد الله وآياته التنزيلية وآياته التكوينية أو الكونية يؤمنون. ثم يقول ويل لكل أفاك أثيم. ما هو الويل ومن هو الأفاك ولماذا وصفه بالأثيم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. كما تفضلت، حين قال جل شأنه بعدما تكلمت وتحدثت سورة الجاثية عن الآيات التكوينية بالدرجة الأولى، إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يعقلون لقوم يوقنون، إلى أن قال واختلاف الليل والنهار لذلك، ثم قال لآيات لقوم يعقلون. بعد كل هذا الشرح المستفيض لآيات الله الكونية تلك أشار إليها وقال تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، التنزيلية والكونية نبسطها بين أيديكم. الذي لا يؤمن بهذه الآيات التكوينية الواضحة الدالة على الإلهية وعلى الصانع المختار، على الإله الواحد الأحد الخالق، والله فبأي حديث بعد القرآن يؤمن؟ هذا توبيخ للذين لا يؤمنون. هنا ناسب أن يهدد، فجاء تهديد ووعيد، ويل لكل أفاك أثيم، لأنه المفترض أن يوقن وأن يعقل وأن يعود إلى حظيرة الإيمان. إذا بعد كل هذه الإيضاحات ولم يؤمنوا فويل لهم، فناسب أن يأتي بوعيد الذي لا تنفعه الآية الكونية قد ينفعه الوعيد ويحركه، واضح؟ فويل كما تعرف يا العلماء معظم يقول الويل هو الهلاك، الثبور، التبار، وبعضهم يقول الرواية المشهورة واد في جهنم، اسم واد، وقد يكون هذا وذاك. يعني الإمام بن عطية المالكي الأندلسي يقول الدعاء عليهم بكل شيء وبما في ذلك يستحقون واديا في جهنم. ويل أي هلاك وثبور لمن؟ لكل أفاك أثيم. كل كما تعرف من الألفاظ الكلية، ألفاظ العموم، العموم نعم، يعني هنا لا يتحدث عن واحد، لكل أفاك أثيم. الأفاك بارك الله فيك من الإفك، فعال صيغة مبالغة من الإفك، والإفك هو قلب الحقائق والكذب. طيب، هو قال ويل نعم لكل أفاك أثيم أثيم، أين المبتدأ وأين الخبر في ويل لكل؟ ويل لكل أفاك أثيم. طيب ويل نكرة. مبتدأ. نكرة. نكرة. طيب، والعرب لا تبدأ بالنكرة. لكل أفاك أثيم ويل. هكذا. العرب لا تبدأ بنكرة، لكن عندما تكون النكرة معهودة. معهودة وهي ويل أي عذاب عظيم. كأنها موصوفة. موصوفة. هلاك شديد. ولو اعتبرناها اسم واد في جهنم انتهى الكلام. علم. علم. تقول الشارقة جميلة. بردا نهر رقراق. نهر بردا يعني. نعم نعم. وويل نهر في جهنم. يعني هي معرفة بمعناها بارك الله فيك. على العالمية. يعني. على العالمية إذا كانت اسما لواد في جهنم. أو موصوفة. لما نقول رجل عظيم زارنا. ابتدأ وخبر. فتخصص بالوصف. فلذلك ابتدأ بها. بارك الله فيك، ما شاء الله عليك. لا 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 جات في بالي فقلت أنا مهتم بالأفاك. نعم الأفاك. الأفاك هو فعال صيغة مبالغة للذي يأفك يقلب. ولذلك تسمى قرى المؤتفكات
قلب الله بعاليها سافلها. والأفاك هو الكذاب الذي يقلب الحقائق والعياذ بالله. وفيها تضعيف تشديد تشديد مبالغة. ونحن وأثيم سأشرح لك، وأثيم صيغة مبالغة أيضا، من أثم يأثم فهو آثم أثيم فعيل، وهي صفة مشبهة كذلك على صيغة صفة المشبهة. نعم. أنا جايك يعني ليست صفة مشبهة. لا، لما يكون الفعل له اسم فاعل مثل أثم آثم أثيم صيغة مبالغة. واضح؟ الصفة المشبهة تكون من الفعل اللازم على وزن حسن وكرم فهو كريم، حسن كرم فهو كريم، عظم فهو عظيم، عظيم صفة أما مشبهة. آثم على كسر الفعل العين هذا صفة مشبهة. لكن صفة انتبه أستاذ محمد، أفاك على وزن ماذا؟ فعال. فعال، وقلنا ذات يوم لو كنت تذكر صيغة فعال في اللغة العربية تخصص بالاحتراف، خباز، نجار، صحيح صحيح، حداد، بالمهن، بالمهن، بالحرف، هذا يحترف الإفك. أيوة. هذا المعنى الملحوظ. أفاك يعني هو مبالغة في وصفه بالكذب إلى درجة أنه يحترف الإفك والكذب، فسماه الله أفاكا على وزن حداد وزجاج وصباغ إلى غير ذلك. أثيم صيغة مبالغة على وزن فعيل، وفعيل صفة مشبهة في الأصل، وهي الصفة المشبهة هي صفة دائمة إلى أن تصبح سجية، فأصبح الإثم عنده سجية. واضح؟ فهو يكذب يكذب واحترف الكذب إلى أن أصبح الإثم عنده سجية لا تفارقه. سبحان الله. فانتبهت. هذا يذكرني بحديث للنبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: ولا زال الرجل يكذب. نعم. ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. احترف الكذب. احترف الكذب ما شاء الله. نعم. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. فعيل. انظر إلى اللغة العربية الجميلة. ويل لكل باختصار ويتحدث عن الكاذب الكافر الذي يأفك ويكذب ويأثم. كثير الآثام كثير الإفك، والإفك هو قلب الحقائق. لما لذلك في القرآن نقرأ أن يؤفكون، أن يصرفون عن الحقيقة، أن يقلبون، أن ينقلبون عن الحقيقة، عن الحقيقة، ويأتي واحد ويأفكهم، وقرى المؤتفكات قلبها الله إلى غير ذلك. ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله. طيب، حادثة الإفك لماذا سميت بها؟ لأنها إفك كبير جدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى عائشة. يعني عائشة يعني الله. قلبت الحقيقة من قلبت هذا الحقيقة. باختصار أستاذ محمد، الكذب الإفك هو أعظم الكذب، والكذب قلب للحقيقة. جيد، بارك الله فيك. أقول شيئا آخر. قال ابن عرف المالكي، هذا مفسر أنبه إليه، وهو فقيه مالكي معروف، وله لفتات جميلة 5 مجلدات، يقول: أفاك محترف للكذب وصيغتها فعال أكبر من أثيم، فلماذا وليتها أثيم؟ هو يتساءل، يقول: لا، أفاك محترف لقلب الحقائق والكذب هذا، لكن أثيم يأثم بالإفك ويأثم بغيره. أعم، لأن إنسان يأثم بقلب الحقيقة ويأثم لأمور أخرى، بالخمر، يأثم بالزنا، يأثم بأكل الربا، ويأثم بأن يكذب. فهو اعتاد أن يكون آثما أثيما. نعم. من الكذب وغير الكذب وغير الكذب. إذا الأثيم أعم. انظر إلى التوافق، هذا معنى واحد. اثنين يا أخي، وهذا أدهى وأمر، أفاك يكذب على الناس، صح؟ ويكذب على الله. دخلنا في هذا أعظم الكذب. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. فعندما يكذب على الناس، يعني عندما يكذب على الله دخل في الإفك والافتراء على الله. إذا عنده زيغ عقائدي، كل زيغ عقائدي يجر ماذا؟ يجر كل الأثم. الإنسان متى يأثم؟ عندما ترى، أنا عجبني أحد التربويين، عجبني أحد التربويين عندما قال: عندما ترى إنسانا غارقا في الآثام والمعاصي فعلم أن لديه زيغا عقائديا، أنه لو كان يعلم أن الله يراه لا يؤتي، لو كان يعلم أن ثمة قدرة فوقه، عنده زيغ عقائدي، فساقه ذلك الزيغ والانحراف العقائدي إلى كل الآثام، يكذب، يسرق، الملحد والعياذ بالله يقتل، لا يتورع عن القتل لأن عنده انحراف عقائدي. ولذلك الله سبحانه وتعالى فقط وقفه يقول له جل شأنه:
وهذه كلما انحرفت العقيدة انحرف السلوك. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم، كذب بالدين فدع اليتيم، فدع اليتيم، يتيم يتيم، هذا لا أب لا لا أم لا كذا، وينهره ويعنفه ويدعه وقد يضربه ويفعل، لأنه أساسا كذب بالدين. خلاص العقيدة المنحرفة تقود إلى كل المنزعيات السلوكيات السيئة، وكما قيل ليس بعد الكفر إثم. بارك الله فيك، سامحني طولت عليك. لا لا جزاك الله خير. طيب قال ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه. جملة، الجملة الفعلية يسمع آيات الله تتلى عليه، لها محل من الإعراب؟ طبعا. وهي بارك الله فيك، أفاك أثيم يسمع صفة، الجمل بعد الجمل بعد الصف النكرات صفات، صفات وبعد المعارف أحوال. نعم بارك الله فيك. فيسمع آيات لا جملة فعلية لأنها تصف تصف هذا الأفاك الأثيم. بارك الله فيك. وأنت الآن جئتني بالرابط بالمناسبة. ويل وهلاك ودعاء على الأفاك الأثيم، كأنك أنت أو أنا أتساءل أو من هو الأفاك الأثيم؟ يعني أعطينا أمثلة أخي، ماذا يفعل؟ يعني يسمع آيات الله ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها، هذا نوع من الآثام. وفي ترق في وصفه يسمع آيات الله، ومن بينها الآيات المنزلة، ومن بينها آيات التي تحدثت عن الآيات التكوينية العظيمة، للأسف ثم يصر. الإصرار كما تعرف الاستمرار والتشدد في الأخذ بالرأي، عناد، إصرار وتشدد والتشبث وتشبث بالرأي وبالمنهج الذي هو فيه، ثم يصر، يا ليته اكتفى، مستكبرا على آيات الله وعن الإيمان. لا 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 يصر طلبا للحقيقة أو للحق، وإنما طلبا للاستكبار. للاستكبار. ألف والسين والتاء ماذا تفيد؟ طلب الشيء. ما شاء الله. هو يطلب التكبر، مستكبر، لم يقل ثم يصر عاتيا، ثم يصر متكبرا، مستكبرا يطلب أن يتكبر على القرآن وعلى آيات الله الواضحات، ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها، يشبه حاله حال من لم يسمعها. الله أكبر، هذا معنى دقيق جدا. قال العلماء هذا سمع وهذا لم يسمع، كيف شبه الله الذي سمع بالذي لم يسمع؟ لأن آيات الله في الظهور والوضوح والجلاء بحيث إن كل من يسمعها يؤمن بالله. العلماء وقفوا هنا. المفترض لو كنت ذا ذرة من عقل ومنطق سليم، بمجرد ما تسمع إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة، وتسمع هذا القرآن العظيم المعجز، تؤمن وتنصاع. بما أنك أيها الأفاك الأثيم تسمع الآيات ثم لا تذعن لها، والله مثلك كمثل من لم يسمع. يعني هنا بالغ في وصفه دون عقل ودون سمع ودون إدراك. من ناحية الإعراب كما تفضلت، يسمع آيات الله وصف صفة. تفضل. ثم يصر مستكبرا حال مستكبرا، بارك الله فيك، كأن لم يسمعها، مشابها مستكبرا، مشابها أيضا مشابها حاله بمن لم يسمع، بمن لم يسمعها أيضا. ما زلنا مع الصفات. طيب قال فبشره بعذاب أليم. هذا من باب يعني العذاب النفسي، صحيح؟ لا لا، العذاب النفسي والعذاب يوم القيامة. لا لا، أنا أقصد لا يبشر الإنسان بالعذاب. تقصد فأنذره بعذاب أليم، جميل. لكن فبشره هنا أنت مباشرة اهتديت، العذاب لا يقتضي التبشير، إذن معنى ذلك فأنذره وتوعده بعذاب أليم. نحن مع استعارة تصريحية تبعية وقعت في فعل، فاستعيرت البشارة للإنذار. لماذا؟ تهكما به. أنت قلت العذاب النفسي، يتهكم فبشره بعذاب أليم، هذه استعارة تهكمية يستحق أن يبشر. جيد. الفاء ماذا تفيد حفظك الله؟ التعقيب، سرعة التعقيب. سرعة التعقيب. لا، أنت قصدك يعني ماذا تفيد من حيث المعنى؟ يعني من حيث المعنى. اقرأ لي الآية من فضلك. يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم. هذه
النتيجة، نتيجة أو السبب التفريعية. أو التفريعية، التفريعية التي تعطيك النتيجة. ما صحيح. أنت هذا يسمع آية الله ثم يصير مستقبل، فيصير إلى نتيجة بشروا بعذاب نهائي. إذن فتفريعية. أحد المفسرين يعني اللغويين يقولون يا أخي ولو اعتبرناها فاء الجزاء والشرط، فجزاؤه جميل. أن بشره بكذا كذا. لا أقول يسمع آية الله ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها. إن أراد أن تبشره فبشره بعذاب أليم. إن كانت له بشارة فبشره بعذاب أليم، وهو لا يستحق البشارة. يعني كأنها واقعة في جواب شرط محذوف. محذوف هذا. وهذا جمال اللغة. ولو قلنا هي تفريعية تقول إنما بعدها نتيجة لما قبلها لكان ذلك صوابا، وهذا هو المطلوب. جميل. يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها. هنا نسينا أنا وأنت أن نقف، وأنا مسجل عندي وقفة عند ثم. ثم نعم. القرآن يا أخي. سئل الزمخشري علامة البيان العربي والنحو، قيل له ثم هنا ما موقعها؟ لطيفة جميلة. قال يسمع آيات الله ثم يصر. الشيخ الطاهر بن عاشور يقول تراخي تراخي الزمني، لا الرتبي، الرتبي الرتبي ترقي. يسمع آيات الله ثم يترقى الرتبي في صحيح في كفره. صحيح. يترقى في كفره ثم يصر مستكبرا. هذا كلام بن عاشور. بن عاشور. الزمخشري يقول هذه ثم يعني هي تحمل الرتبي، تحمل الاستبعاد، تحمل معنى الاستبعاد. بمعنى قال كأني بقول الشاعر يرى غمرات الموت ثم يزورها. هذا في الشعر العربي القديم. واحد يصف إنسانا بطلا شجاعا يقول يرى غمرات الموت في المعركة، يعني في المعركة يرى حمي الوطيس وفي وسط المعركة يرى غمرات الموت ثم يزورها. الذي يرى غمرات الموت المفروض المفترض أن يعرض عنها، يعرض أن ينجو بنفسه. صحيح. يستبعد منه أن يزور لغل ثم يزورها. هذا دلالة على وصفه بالشجاعة المتناهية. هنا نفس الكلام، الذي يسمع آيات الله المفترض أن يذعن لها وأن يعود لله، وأن ثم يصر يستبعد أن يصر. صحيح. يستبعد منه أن يصر متكبرا، كان المفروض أن يعود. وفيها معنى التعجب، يعني فيها معنى التعجب من سلوكه الذي يخالف كل منطق سليم. سبحان الله. الله أكبر. هؤلاء العلماء يعطوننا لفتات جميلة. قال ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها. هو طبعا هناك فرق ما بين السماع والعقل. يعني ما قال كأن لم يعقلها، قال كأن لم يسمعها. نظرا لشدة وضوحها كان المفترض بمجرد سماعها أن يعود إلى الله. أما لم يعقلها هو بعيد عن فبشره بعذاب أليم وإذا علم من آياتنا شيئا. سبحان الله. هنا ما قال وإذا سمع، قال وإذا علم. بارك الله. ما شاء الله. وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. كان يعدد في بعض آثامه. وهذا كله تعديد لآثامه، آثام عجيبة. إنسان يعني لا سمح الله تأخر عن صلاته، إنسان قال كلمة في حق أخيه، هذا كل هذه آثام. ولكن يسمع آيات الله ويصر مستكبرا ويعرض عنها، بل زاد في ترقي يستهزئ بها. وهذا أستاذ محمد، وما زال يعدد نوع الإفك ونوع الإثم الذي يقع فيه هذا المتكبر. وإذا علم من آياتنا شيئا، هنا علم، والله أنت الله وفقك لتقول لم يقول وإذا سمع، لا وإذا علم بمعنى وإذا سمع، لأنه قال المفسرون معظمهم هو بعيد أن يعلم حقيقة آيات الله إلا إذا سمعها. أي لا، هو لا يعلم حقيقتها. لا لو يعلم لا حقيقتها لاهتدى. هو إذا وقع في سمعه آية من آيات الله بادر إلى الاستهزاء. فهنا علم بمعنى سمع، لأنه لو علم آية من آيات الله لاهتدى، لأن الذي يدخل العلم والإدراك في قلبه يهتدي. لذلك هنا قال العلماء وإذا علم، أقرأ لي من فضلك، وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا. نأتي معك شوي. وإذا علم من آياتنا شيئا، أي آية، شيئا نكرة يسيرا بسيطا بسيطا. المقتضى اللغوي شيئا مذكرا مؤنث،
شيء مذكر مذكر وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذه هو حفظك الله لكن وماذا قال اتخذها هو اسمع شيء من القرآن إذا قلت كل آية القرآن يا سبحان الله يستهزئ بكل الآيات فعاد بالضمير ليس على الشيء وإنما على الآيات لبيان مبادرته إلى الاستهزاء بكل آيات كأنه يبحث عن أي شيء حتى يستهزئ بكل الآيات بارك الله وهذا إنسان يستحق هذا العذاب أم لا وإذا سمع من آيات الله شيئا مبهم صغير سمع كلمة كيف القرآن يقول والأرض مددناها الأرض ممدودة لا الأرض كروية مثلا يعني يبحث عن المختلف فيها أو المتشابه يعني أي شبهة لا يفقهها ويذهب ويعممها على جميع الآيات مستهزئا بها والذي يستهزئ بكلام الله يستهزئ أعوذ بالله بالله جل جلاله وبالتالي هذا يستحق عذابا من نوع خاص ما هو العذاب؟ سبحان الله قال أولئك لهم عذاب مهين استهان بآيات الله فأهانه الله هذا يذكرني بحديث للنبي صلى الله عليه وسلم حينما يعني نحن في 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 فلك اللغة فلك اللغة العربية حينما تحدث عن تلك المرأة التي يعني وصف النبي صلى الله عليه وسلم سوء أخلاقها وصنعتها حينما قال وإذا أنكرت من زوجها فيما معنى الحديث يعني أنكرت من زوجها يعني أمرا قالت لم أرى منك خيرا قط سبحان الله لم أرى منك خيرا قط قط هو كل حياته يكرمها هو شيء واحد بس يمكن يعني سبحان الله ولذلك ورد فيهن ينكرن العشير ينكرن العشير حفظك الله لا هو هذا هذه اللقطة أو هذه الوقفة توقف عندها جميع المفسرين لأن اللغة تقتضي وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذه لا واتخذها هزوا وهزوا تقرأ بالقراءتين السبعيتين فهذا إنسان موغل في الاستهزاء والتهكم بالقرآن وبآيات الله وبالتالي يستحق عذابا مهينا من جنس الفعل استهان بآيات الله فأهانه الله فأهين فأخزاه الله جل جلاله طيب نقف عند كلمة هزوا ما معنى هزوا أو هزؤا هزؤا من الاستهزاء هزأ به هزءا في اللغة العربية هزأ به هزءا وهزوا وهزوا زي في اللغة العربية نقول لازم لزاما ولزوما يعني الجموع للفعل الثلاثي غير قياسية الفعل الثلاثي وجموعه غير قياسي لا أنا مصدره غير قياسي لا أنا أقصد المعنى اللغوي المعنى اللغوي هذا أبي معنى السخرة وتهكم واستهان بالجهة الأخرى ولذلك مبالغة في الهزء يقول الله يستهزئون ألف والسين والتاء قد تفيد الطلب وقد تفيد المبالغة فهنا في سورة البقرة أنت تعرف نعم يستهزئون بمعنى الله يهزأ بهم ويستهزئ بهم بارك الله والهزء هو التهكم والسخرية طيب قال وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين تفضل إذا عندك سؤال وسأقول لك شيئا لا تفضل قل لي ما أنا بما بدأت الآية ويل لكل أفاك أثيم أفاك أثيم هذا مفرد أم جمع مفرد أفاك أثيم يسمع مفرد ثم يصر مفرد تكلم عن واحد في النهاية قال أولئك لا أنا انتبهت لهذا الأمر سبحان الله وكنت أريد أن أسألك لكن ليس هنا جيد. كنت أريد أن أسألك من ورائهم ما نفس الكلام من هنا جاءت هو تحدث عنه بصيغة الجنس أو المفرد أفاك أثيم يسمع ثم يصر واتخذها هو بعدين قال أولئك لهم عذاب لماذا أستاذ محمد؟ لعدة أسباب السبب الأول أنه ويل لكل الكاف الكل الجمع كل جمع واسم من ألفاظ العموم واحد اترك هذا الكلام اتخذها هزؤا هل ممكن الإنسان أن يهزأ بآيات الله وحده منفردا في بيته؟ الاستهزاء فعل جماعي الاستهزاء فعل جماعي هو يريد أن يظهر أمام زملائه أمام الذين يكتبوا في الصحف وفي وسائل التواصل يهزأ أمام جماعة شاركوه أو لم يشاركوه الذي يسمع هزءا وهزوا بآية الله وسكت فهذا مشارك صامت
والذي يهزأ ويجاذبه أطراق الحديد ويمشي معه هذا مشارك ناطق. كل الذين يتحدث في آيات الله أمامهم ولا ينكرون إذا يعني يخوضون في سورة النساء يخوضون في الاستهزاء. فالاستهزاء عملية جماعية، لذلك أولئك لهم عذاب مهين. لا يوجد، لو إنسان فعل شيئا وحده اغتصب سرق هذا ليس فعلا جماعيا، فلذلك لا يستطيع أن يهين وأن يستهزئ إلا في جماعة، فأشار بالجمع ثم تخلص إلى ما يأتي من ورائهم. حياك واضح، جزاك الله خير. طيب قال من ورائهم جهنم. نعم. ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم. ما المقصود بمن ورائهم جهنم؟ بارك الله فيك. أولا في اللغة العربية نحن عندنا أمام وراء خلف، الخلف هو الوراء، والأمام واليمين والشمال إلى غير يعني أيمانهم وفوق وتحت. وفوق وتحت هذه ظروف مكان، ظرف مكان. الوراء في الحقيقة ليس الوراء فقط المكاني، المكاني نتكلم عن المكاني. الوراء أستاذ محمد هو كل ما يتوارى عن عينيك، كان أمامك أم كان وراءك خلفك، كل ما يتوارى هكذا يقول اللغويون. ما معنى يتوارى؟ يختفي. توارى من القوم من سوء ما بشر به، لا يختفي، كل ما لا تستطيع رؤيته فهو وراءك، سواء كان في مستقبلك أو خلف ظهرك. واضح؟ الوراء في الحقيقة ظرف مكان لكن يستعمل للزمان. واضح؟ نعم صحيح صحيح، يستعمل للزمان. لما تقول واحد الأمام، أمام هو أمامك مكان، لكن تقول له متى نفعل كذا تقول أمامك، أمامك في اليوم الفلاني، يعني ما زالت الأيام ستأتي. هنا معظم المفسرين وفي مقدمتهم القرطبي وابن جرير الطبري قبله وكذا يقولون قدامهم أمامهم جهنم تنتظرهم. لك لماذا قال ورائهم؟ أنا جايك، لكن هي كلمة وراء لغويا، والزمخشري في الكشاف يقول الوراء كل ما يتوارى، وراءك يتوارى عنك وأمامك يتوارى عنكم، لا يعرفون يوم القيامة مستقبل. صحيح. والمستقبل نحن نجهل، إذن هي وراءهم لم يروها بعد. هذا من وراءهم من حيث الستر، من حيث الغيبة، من حيث الحجاب. حجاب. جميل. محمد الطاهر بن عاشور رحمه الله في التحرير والتنوير قال كلاما جميلا، يقول لا صحيح المعنى هو قدامهم جهنم تنتظرهم ووراءهم جهنم تنتظرهم بمعنى في الغيب، لكن وراء أبلغ وهي الدقيقة. لماذا؟ الله يصورهم مقدمين على الدنيا ينالون من شهواتها وملذاتها ومن الحرمات ويستهزئون، وجهنم تطلبهم وراءهم، جهنم وراءهم وهم غافلون عنها. من ورائهم جهنم، بالله عليك اقرأ السورة الآن. إنسان لاهن غافل يأكل الحرام يقتل يكفر بالله ويستهزئ بآياته، وجهنم تتبعه من ورائه. تصوير عجيب لغفلة هذا الإنسان ولجنايته على نفسه. فمن ورائهم أدق في المعنى، لو قلنا أمامهم جهنم أيضا المعنى صحيح في غير القرآن. لو قال جهنم تنتظرهم كلام جميل، أمامهم جهنم لا هي من ورائهم وهم غافلون عنها. سبحانك. وهذا صاحب التحرير والتنوير رحمه الله، رحمه الله رحمة واسعة. طيب قال من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا في الدنيا. نعم. لا ما كسبوا في الدنيا، في الدنيا لا يغني عنهم يوم القيامة، يوم القيامة ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء. بارك الله. أولا جهنم تنتظرهم وسيجدونها أمامهم حين يقدمون على الله. يا أخي هذا كان صاحب أموال، كان غنيا، ماله كان يغني عنه في الدنيا، قال وما يغني عنهم ما كسبوا في الدنيا، أموالهم لا تنفعهم، قد تنفعكم في الدنيا لكن لا تنفعكم في الآخرة. جيد يا سيدي، لا تنفعه أمواله، كان يعبد هبل والأصنام ويؤله أناسا، ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء. لماذا تعبدون الأصنام؟ قال نعبدهم ليقربون إلى الله زلفى، ها جاء وقت الزلفى ولا تنفعهم أصنامهم. فلا الأموال تغني عنهم ولا الأصنام تنفعهم. يريد الله أن يصور أنهم مواجهون لمصيرهم المشؤوم وهو جهنم والعياذ بالله. ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء. نعم. يقصد ما عبدوا، ما عبدوا سواء كانت أصنام أو غير أصنام، أو غير أصنام حياك الله.
لأن أحيانا يعني يقول بأن الولاية ليست فقط ولاية الأصنام، أولياءهم الطاغوت والذي يعبد الحجر والذي يعبد الشمس والذي يعبد النار، كل من اتخذ أولياء من دون الله لا تنفعه. والذي يعبد عيسى عليه السلام، أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ فلا ينفعه أبدا. وانظر إلى شيء لغوي ثم ننتقل. ولا يغني عنهم، في اللغة العربية الفعل أغنى لا يتعدى به عن الأستاذ محمد. أغنى، أغناه الله. لكن استغنى عن الشيء، هذا غير. غير استغنى عن الشيء معناه أي لم يحتاج إليه. لم يحتاج إليه، لا نقول أغنى. أغنى أغنى، نقول أغنى الله فلانا، أغناه يتعدى للمفعول مباشرة يغنيهم. فهنا قال ولا يغنيهم ما كسبوا، ولا يغنيهم، ولا يدفع عنهم. إذن نحن مع التضمين، ولا يغني عنهم ما كسبوا، أصلها لا يغنيهم، لا ينفعهم، ولا يدفع عنهم شيئا من حر النار يوم القيامة. فالفعل أغنى تضمن فعل معنى يدفع، وهذا قول واحد عند الجميع يعني. طيب، قال ولهم عذاب عظيم. هو عذاب مهين وعذاب عظيم وعذاب أليم أو رجز أليم. نعم، بارك الله فيك. فكلها صفات لهذا العذاب. جيد، لماذا؟ لأن في البداية أستاذ محمد، في البداية وصف عذاب من؟ الأفاك الأثيم. صحيح، أفاك، هذا قمة الإفك والكذب والإثم. بالغ في وصفه فأعطى عذابا مهينا. قد يقول قائل إذن أنا لست من الأفاك الأثيم، بس هو بمجرد كافر. حتى الذي يكفر بالله كفرا عاديا له عذاب عظيم. لأنه لو لم ينوه قد يتوهم متوهم أن العذاب المذكور فقط للأفاك الأثيم، فكررها ليعطي كل صفة ما تستحق. طيب، هذا هدى. نعم، انتقالك بلك متعلق بما سبق أعتقد. نعم طبعا، لأن حينما يقول هذا اسم إشارة. نعم، واسم الإشارة هنا إما أن يشير إلى شيء قريب أو معلوم، أو يشير إلى شيء محسوس. جميل. فالقرآن محسوس بين يديك. جميل. إذا افترضنا أن المقصود هذا هدى القرآن. لا، مش افترضنا، هو القرآن. طيب، لكن هناك كذلك تحدث عن آيات غير محسوسة ولكن كونية كلها بارك الله فيك. طيب، لكن ألا يقصدها هنا حينما يقول هذا هدى؟ أنا معك، دعني أقول لك شيئا. أولا، أنت بدأت بداية جميلة، هذا اسم إشارة للقريب. أنت قلت كلمة محسوس، أنا أستبدلها بالمعهود. معهود. نعم. هذا هدى الذي أتلوه أمامكم، هذا هدى القرآن الذي تسمعونه، المعهود في خطابكم، هذا هدى. أنهم القرآن لا يلمسونهم بين أيديهم. أنت معي سيد محمد؟ يعني فلذلك القرآن هنا هذا إشارة إلى آيات القرآن، الآيات التنزيلية والتكوينية، هذا كله يهديكم إلى سواء الصراط. والقرآن من رب رحيم، يعني مع كل هذا الكفر والإفك والإثم وسماع الآيات والإصرار على التكبر والاستهزاء بها، ما زال القرآن يقول يا أيها الناس عودوا إلى الله فهذا هدى، عودوا من كفركم إلى ساحة الإيمان، هذا هدى يهديكم إلى سواء الصراط. القرآن كلام من رب رحيم يريد للعباد أن يعودوا، يريد للناس الشاردين الضالين أن يعودوا. فعاد فبين أن هذا القرآن يهدي القلوب. لماذا؟ حتى يستميلهم ويعود بهم إلى الإيمان، وإلا هم جاوزوا كل حد في الإفك والإثم والإصرار والاستهزاء. طيب، هذه مناسبة أستاذ محمد. طيب، هذا هدى. نعم، مبتدأ وخبر. نعم، بارك الله فيك. طيب، جملة اسمية. نعم، حياك. هذه الجملة الاسمية لها محل من العرب؟ هذه استئنافية، والاستئنافية لا محل لها من العرب. القصد، هل ممكن أن تكون هذه الجملة الاسمية نعم خبر لمبتدأ محذوف لاحقا؟ لا، يعني هذا هدى للذين آمنوا، هل ممكن أن يكون هذا بارك الله هذا المعنى؟ للذين آمنوا، هدى متعلقة بهدى. بارك الله أستاذ محمد، أنت معك، أنا سأجاريك. هذا هدى للذين آمنوا، كلام صحيح، يهدي الذين آمنوا، يعني هدى للذين آمنوا، متعلقة بها. طيب، لكن مبتدأ وخبر كما تفضل. طيب، لماذا سألت هذا السؤال؟ لأنه
الواو هنا ما فهمت معناها. والذين كفروا والذين كفروا بآيات الله لهم عذاب أليم. ما شاء الله، أنت في البداية أخذتني بعيدا وبعدين قربت إلى ما أريد. لا لا، يعني أنا كلامك صحيح بالأخير، لأن هدى لمن؟ هدى للناس جميعا ولمن اهتدى به. والذين كفروا كذا معطوفة على ما قدرت فعلا مليون بالمئة. هذا هدى فالعقلاء يهتدون به، والجانب والذين كفروا لهم عذاب أليم. أما كبداية هذا هدى مبتدأ وخبر، جملة استئنافية منقطعة عما سبق إعرابيا متصلة معنويا. وأنا شرحت لك المعنى في البداية. بعدما عدد من إفك الكافر وإثمه واستبداده واستهزائه، القرآن تركه هكذا. الله قال لا لا لا، عودوا إلى الله، هذا يهديكم إلى سواء الصراط. واضح؟ هذا هدى لمن؟ للناس، فمن اهتدى به فبارك الله فيه. والذين معطوفة على كلام رأيت أنت تفسيرك صحيح، كنت نحتاج إلى خطوة حتى أصل لما تريد. إذن هذا هو السؤال المطروح. هدى اسم فاعل، مصدر مصدر. أصل الكلام هذا القرآن هاد، يهدي، مرشد، دال اسم فاعل. لا، هو لم يقل هذا هاد، هذا هدى. القرآن هو الهدى ذاته. هو الهدى. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. هدى. الوصف بالمصدر أبلغ الوصف. أبلغ الوصف، كأن يقول هذا قرآن يهديك. لا لا لا، هو الهدى بذاته. هو مصدر الهدى. لا تتركه، أنت تشبث به. هو الهدى، هو النجاة. أما تقول يهديك فقط، والله أي ورقة ممكن فيها معلومة تهديك الطريق. هذا هو الهدى. يعني كأنه يقول ليس مظنة لأن يكذب ويستهزأ به. طيب، والذين كفروا بآيات الله لهم عذاب من رجز أليم. لماذا؟ لأنهم كذبوا. لأنهم كفروا وكذبوا. كفروا وكذبوا. فكأن نقول هذا هدى يهدي الطريق، المظنون به أن يهتدي الناس به، فمن لم يهتدي والذين كفروا لهم عذاب، من عذاب من رجز. كفروا طبعا بالقرآن، بالآية التكوينية، بكل شيء. الرجز أستاذ محمد، نقف عن الجملة دقيقة. لهم عذاب من رجز أليم، أو من رجز أليم، القراءتان السبعية صحيحة. فالأليم إما للرجز أو للعذاب. جزاك الله خير، قولا واحدا هذا يعني عند القراء. لا، المفسرون يقولون ما معنى الرجز؟ أصحاب اللغة يقولون أشد العذاب، يعني من هنا لبيان الجنس. لبيان جنس عذاب، جنسه بيانية، من رجز. الرجز هو أشد العذاب. قالوا يا موسى ادع لنا ربك يكشف لنا الرجز، لئن كشفت عنا الرجز. لئن كشفت عنا الرجز العذاب. فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء، عذابا. وبعضهم يقول كلمة رجز فيها رجس وقذر. عذاب فيه قذر من صديد وغساق و و و على اعتبار أن الرجز والرجز متقاربة. نعم نعم، بارك الله. والسين والزاي نفس المخرج. نفس المخرج، أخوات متقاربات أو متماثلات، نحن لسنا صوتيين. جيد، ابن عرف المالكي وقف هذه الوقفة. إذا قال الله لهم عذاب من رجز، ما معنى شديد؟ كأنه يقول هو شديد في عرفكم، لكنتم لا تتصورونه أليم. أليم هو رجز لا تتصورون، أليم يؤلم بشكل غير متوقع. فأضاف كلمة أليم إلى العذاب الشديد ليجمع بين كل ما لا يتصور، كأنه يقول لهم عذاب شديد من رجز أليم لا يدرك كنهه ولا يتصور. لذلك أضاف المبالغات في تصوير عذاب هذا الكافر واليذنب. فالعذاب هو أصلاً عذاب ثم يأتي عذاب من رجز، والرجز أليم. نعم. وقال عنه أليم. نعم. فيعني كل مبالغات في مبالغات. بارك الله فيك، اللهم احفظنا واحفظ المسلمين. طيب، الله سبحانه وتعالى بعد ذلك على الأقل للقارئ ظاهرياً ينتقل إلى محور آخر. نعم. يقول الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ما علاقة تسخير الله سبحانه وتعالى للبحر أو البحر للناس
بما سبق من تكذيب بآيات الله التنزيلية والتكوينية. بارك الله فيك، ما شاء الله عليك. البحر آية من الآيات التكوينية أيضا. ونحن قلنا في بداية سورة الزجاثية هي كلها تناقش الآيات التكوينية إلى جانب الآيات التنزيلية. صحيح. محورها العام إبراز الآيات الكونية والتكوينية. فإذا غفلتم أيها الناس عن الآيات التنزيلية فانظروا إلى الكون، صفحة الكون. القرآن للتدبر والكون للتفكر، هكذا قال العلماء. جيد، هنا عودة إلى الآيات الكونية. لماذا؟ قد يقول قائل، أنت سألت هذا الله الذي سخر لكم البحر، تكلم عن البحر صحيح، والفلك وكذا وكذا، لماذا لم تأتي بنفس المقطع، المقطع الأول في صدر السورة، إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من الدليل. أستاذ محمد، أنها في سورة البقرة أتت في مقطع واحد، في دليل في سورة البقرة، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض، كلها مع بعض. واضح؟ في ذلك الموقع يراد معنى آخر، إبراز أن الخلق والوحدانية ونعم الله. هنا فصلها، لماذا فصلها؟ انتظر جل جلاله إلى أن تكلم عن نعمة عظيمة. نعمة عظيمة في الحياة الإنسان هي القرآن، هذا هدى. لما انتقل بعد الآيات التكوينية وأتى إلى نعمة القرآن التي تهدي القلوب، ذكر نعمة أخرى من نعم الآيات التكوينية، فقال الله الذي خلق البحر ولا سخر، سخر. نحن مع النعم. مجرد ما تقرأ سخر، ذلل، بسط أمامكم هذه الخدمة، فنحن مع النعم. إذن أخرها ليكبر لنا جانب النعم لا جانب التوحيد. الآيات في صدر السورة تحدثت عن آيات الله في التوحيد وفي الدلالة على كماله وقدرته. أنت معي؟ إن في السماوات والأرض لآيات، هي بحد ذاتها ألوهية، في الألوهية تعلمك ما معنى الله واحد، ما معنى الله الخالق، ما معنى الله الذي صنع هذا الخلق وخلقه على أبدع مثال. هذه الآيات الأولى، نعم، في خلقكم وما يبث من. الآن لما تكلم عن نعمة القرآن هذا هدى، ناسب أن يعود إلى التكوينية من جهة أخرى، وقال الله الذي سخر لكم البحر، بعد ذلك وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض. ليس تكرارا، إنما الحديث هنا عن التسخير، والتسخير لصالح من؟ لصالح الإنسان. وسخر ما في السماوات وما في الأرض ليس من أجل الآية الدلائل التوحيد، إنما جميعا منه رحمة بكم، نعمة منه عليكم. أنت معي سيد محمد؟ نعم نعم نعم. فلذلك كرر الحديث عن الآية التكوينية في ثوب جديد يبرز النعم. لذلك قال الله سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره. بارك الله فيك. طيب، إذا فهمنا اللام أعتقد سنفهم المعنى. اللام هنا لام الأجل، الله الصيرورة. الذي سخر لأجلكم البحر. ليست الصيرورة إذن. ليس شرط الصيرورة أستاذ محمد لما تكون أمر بعيد. لا أنت الآن منتفع من البحر. الصيرورة نقول يؤول أمره لكذا، لام الصيرورة. لا، الله سخر لكم الآن. بعضهم حتى يسميها لام الملك. لماذا؟ يقول سخر لملككم الفلك تجري كذا. الأولى أن نقول لأجلكم، لمنفعتكم، لمصلحتكم. التمليك يعني، ليس التمليك وإنما اسمه لام الأجل، لام العلة. أستاذ محمد، سخر الفلك لعلة كذا، وسخر لكم لمصلحتكم، لأجلكم. أنت معي؟ لكن لام الملك لما نقول الغلام لصاحبه، لا، يملكه صاحبه، الملك لفلان، أو الملك لفلان. جيد. ولام الاستحقاق لما تكون بين ذات ومعنى، الحمد لله، الحمد معنى. طيب، هنا ما تأتي لام استحقاق؟ يعني الله الذي سخر لكم البحر لاستحقاقكم، وأنتم لا تستحقون شيئا. لا ما أعرف والله. لا هي هنا اللي أحفظك، اللام تفيد عدة معاني. صحيح. كما هي من المال، الاستحقاق، الاختصاص، العهد، العهد، الحضور. نعم. بارك الله. هنا لام الأجل، الله الذي سخر لأجلكم، لمصلحتكم، لمنفعتكم. لام الصيرورة والعاقبة، فالتقطه آل فرعون ليكون لهم. نعم. لأجلكم، حتى قلت لك بعضهم قال لملككم، يعني للتمليك. لكن معنى العلة والأجل أوضح.
واضح. بارك الله. طيب إذا معنى الله سبحانه وتعالى سخر لكم، والمقصود من هنا المخاطب؟ كل البشر. كل البشر. كل البشر. مؤمنيهم وكافريهم. من ينتفع الآن بالبحر؟ نعم. كل حد. طيب الله الذي سخر لكم البحر لكم ولتجري فيه فلككم، صحيح، لتجري الفلك فيه بأمره. بأمره. هذا خاصية البحر. يعني باختصار هذه الآية وغيرها تدل على نعمة نحن يوميا نمر عليها. طيب طيب لماذا قيدها هنا بأمره؟ طبعا مع أنه معروف أن كل شيء بأمر الله سبحانه وتعالى، لكن لماذا قيده هنا؟ ليدلك على النعمة التي لا تراها. الإنسان يوميا صحيح ويأكل ويشرب ومتحمم ويوميا بصحة لا يرى النعمة. أستاذ محمد، يا النعمة تاج على رؤوس الأصحاء يراها المعلولون المرضى. أنت تمر على نعمة، بل تركب البحر في الباخرة ولا ترى. من الذي جعل البحر فيه خاصية الاستطراق؟ من الذي جعل البحر فيه خاصية دفع الأجسام؟ كل خشبة تدفع وتمخر المياه. لا لا، لكن هنا جاء اللام، جاءت بعد تجري. هذه لام العلة. لام العلة أنا أقصد، جاءت بعد، جاءت قبل تجري. فالحديث هنا عن جريان الفلك. نعم. بأمر الله. بأمر الله. فالحديث إذن ليس عن البحر، بل هو حديث عن البحر وعن الريح. وعن الريح وعن جريان الفلك. الفلك التي تجري بأمر البشر أم بأمر الله؟ لا شك بأمر الله، لأنه جعل في البحر خاصية دفع الأجسام، نظرية أرخميدس كما يقولون. لا أنا أريدك، سامحني نص دقيقة يا محمد. الفلك من خلق الله، والخشب فيه خصائص الله جعله يطفو، والماء فيه خصائص الاستطراق ودفع الأجسام، والعقل البشري الذي يصنع هذا الفلك العظيم بأمر الله، والريح صرفها بأمر الله. بارك الله فيك. فأنت عندما ترى باخرة يقولون فيها مليون طن، أستاذ محمد، هذه الناقلات مدن هذه مدن تمشي في الماء تمخره. جيد، بالعكس، ألقي حصاة، لا أقول حصاة تنزل إلى الأعماق. هذه خصائص النظرية التي اكتشفها أرخميدس، وهي كيف أن الأجسام تطفو فوق السطح. هذا نعمة عجيبة الناس يغفلون عنها. لذلك كما أن القرآن نعمة عظيمة عجيبة، فانظروا إلى نعمة البحر التي لا تشكرونها. الله يريد أن يعود بنا إلى الإيمان. واضح. يقول الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله. بأنواع التجارات. ما معنى ابتغاء الفضل؟ تجارة. كل أنواع ابتغاء الفضل أنواع التجارة. ما يفهم منها الصيد كذلك؟ الصيد، الغوص، المرجان، هذه تجارة. ذكرني ولتبتغوا من فضله في سورة البقرة، الحج أشهر المعلومات، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا، إذا أن يقول لتبتغوا من فضله. طيب ثم قال ولعلكم تشكرون. الواو بالواو للمغايرة، ليبين أن نعمة البحر ونعمة الفلك ونعمة التجارات المتنوعة، كل هذا يؤدي بكم إلى نعمة أخرى، لعلكم تكونون من الشاكرين. والواو للمغايرة، هذه دعوة من الله من القرآن لأن نعود للآيات التكوينية، نشكر ما أعطانا الله فيها من نعم، فهل أنتم شاكرون؟ ثم يقول وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. نعم، حال كونه مجتمعا جميعا من حال هذه، لكن منه يعود لله، من الله، منه جل جلاله. نعم، من الله سبحانه وتعالى. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. هذا يحتاج إلى مجرد تفكر في البداية، تعقل، يقين، إيمان. هنا مجرد تفكر في نعمة البحر، نعمة التجارة، نعمة كذا، تقول والله ربنا ما خلقت هذا باطلا. لكن قال وسخر لكم ما في السماوات، ما الذي يقصده ما في السماوات؟ ما في السماوات، كل ما في النيازك، ما في المجرات، ما في، نحن لا ندري. يعني نعم الله في السماوات عجيبة، نحن نعم الله في الأرض ولم ندركها بعد، يعني كثيرة. فكل ذلك منه سبحانه. إن في ذلك لآيات لأصحاب العقول الذين يتفكرون، وبالتالي التأمت هذه الآية مع بداية السورة. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ الدكتور. في الحلقة القادمة إن شاء الله سوف نشرع في الحديث عن قول الله تبارك وتعالى قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. إن شاء الله. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير الجزاء، ونشكر الأخوة المتابعين على متابعتهم هذه الحلقة من برنامجهم في رحاب سورة. بحول الله نلقاكم الأسبوع المقبل. السلام عليكم.
هذا البرنامج متوفر عبر تطبيق مرايا، حمله الآن من جميع المتاجر الإلكترونية.